مش مرتاح له نفسي وما صرح له شك ومضيعني واللي منعني ما عندي دليل حكايته مش كاملة شكله عامل عملة حاسس ان في حاجة غلط مش صح وكده تمثيل قلبي مش مرتاح له نفسي وما صرح له على أتم وجه. ومخرج البرايم توني أهوجي كل أسبوع عم يعمل شغل كتير حلو وهالشي واضح بكل برايم. أما شو عملت آية خارج الأكاديمية فكل التفاصيل بهالروبورتاج. من حوالي الأسبوعين آية احتلت المرتبة الأولى بالتوب 5. مش عارفة ولي بس أنا فرحانة ومبسوطة جدا. وكان عندها خيارين بتنقي بيناتهم، أو بتمضي كم يوم بتشيكيا أو بتتشيك وبتنقي تياب بقيمة $4,000. آية اختارت السفر وبعد يومين طلبت من رولا تغير الكادو. آية شو مسافرة؟ أنا عايزة أجيب أنا يعني مش عارفة بس حسيت أن أنا استعجلت عايزة أروح أعمل شوبينج. رولا استجابت لطلب آية وحققت لها أمنيتها. وبيوم الشوبينج كان الطقس حلو فانبهرت آية بالنهار الحلو. كل اللي معرض في المحلات عجبني، كله حلو لذيذ. ومن لحظة وصولها كانت كتير محمسة لدرجة إنه الفرحة ما فارقت وجهها. فرحانة قوي لبس بقى ونزبط كده. هما الشباب طبعا نفسهم ان انا اجيب لهم معايا بس مش هعبرهم. يعني فينا نقول ان بكل بساطه كانت بقمه سعادتها، ما خلت قطعه تياب ما جربتها.
احلى غرق يا فراشي نقيلي. وزاء آية دتياب بميل للألوان الفرحة اللي بتفرفح القلب والعين. ويا عيني شو هالنهار. رجعت آية على الأكاديمية بجد. واو بجد أنا مبسوطة. ما بدي أسافر، بدي أروح أعمل شوبينج. وعرضت المشتريات على زملائها والجمهور الكريم. مبروك لآية ويعطيك العافية، لأنه الشوبينج وتنقية التياب ببعض الأوقات بتتعب. أليسار مساء الخير. مساء الخير هيلدا. أليسار، سؤالي لإلك الليلة، قديه تعبير الوجه مهمة بإداء الرأس؟ سؤالك حلو هيلدا. العيون بيفتحوا باب للروح وللإحساس ليظهروا، فتعبير الوجه شغلة كتير مهمة. ويمكن اللوحات بستار أكاديمي مميزين بالرقص وبالديكار، بس كمان الرقصين إذا منلاحظ وقت يكونوا عم يطيروا على المسرح وجههم، غير أنه جسمهم عم يحكي لغة، جسمهم عم يتحرك كل وقت، يعني كل موضوع، كل غنية، كل لحظة عندهم تعبير خاص. وبدقق معهم كتير بالتمرين، أنه مش بس جسمهم يتحرك بس وجههم، لأنه منخبر قصة بكل لوحة. وبحب أقول أنه التلاميذ عم يصيروا كتير مرتاحين بوقفة المسرح، وكمان وقت يكونوا عم باللوحات من خلال صفوفهم، كل صفوف المسرح الرأس وكل صفوف وطلعتهم على المسرح، بتحس صاروا يحكونا من خلال إحساسهم وتعبير وجههم، وهي شغلة كتير كتير مهمة. شكرا أليسار. ومجددا مشاهدينا، بنستقبل على المسرح النجمة العالمية فراغما بأغنية Memories.